السلام عليكم. انا عايز اتكلم على الناس اللي بتشحت والناس اللي قاعده في قلب الشارع دي بتشحت. الوضع سيء فعلا مع الناس ديت. حضرتكم لو بصيتوا وبتتابعوا شويه الموضوع دوت على الفيسبوك وحاجات كتير وتويتر والناس والاماكن اللي هي الميديا اللي بتنشر عن الكلام دوت، الناس دي مش بتشحت، الناس دي بيزنس بحت هم شغالين فيه. حضراتكم لو بصيتوا في اخر حاجه لسه احنا ناشرينها ولسه كنا بنتكلم عليها، جمعيه محترمه زي جمعيه معا لانقاذ انسان، معا لانقاذ حياه انسان، معا لانقاذ بني ادم محتاج. الجمعيه متوليه امور كتيره زي دي كده وشغاله عليها، وفعلا بتنزل وبتشوف الناس رافضه المتسولين اللي معاهم اطفال في قلب الشارع وعمالين يلفوا بالاطفال ومشحططينهم ومبهدلين الاطفال. كل الكلام ده هم مش محتاجين، هم بيتربحوا بالفلوس. انت لما بتديهم انت مش بتديهم عشان خاطر تبرأ ذمتك من ربنا، بالعكس انت هتبقى مسؤول لانك انت ساهمت في ان الناس ديت سرقت اطفال وخطفت اطفال وخدت الاطفال ديت تجرت بيهم. الناس دي بتتربح مش منها انت بتساعدها. ما تفتكرش انك لما تدي صداقتك ليهم ان انت كده خلاص انت كده بقيت بريء والموضوع بتاعهم هم وربنا حاسبهم. بالعكس ربنا هيحاسبك لانك انت ما تحرتش عن الموضوع ده، انت ما تحرتش ان ازاي الناس ديت جايبه الاطفال دي منين. حضرتك ما سألتش نفسك وانت رايح كده بتعدي على واحده وبتديها بقالك سنه ونص ولا سنتين، العيل ما بيكبرش ليه؟ يعني حضرتك لما عديت على الست دي من سنه ونص ولا سنتين تعرفها من زمان، معاها طفل صغير على كتفها كان رضيع، عدت السنتين وما زال الطفل رضيع. تعدي على واحده تانية طفل ما يكملش سنتين ونص ثلاثه قاعد جنب منها، عدت السنتين ثلاثه الطفل برضه سنتين ونص ما بيتحركش من جنب منها. هما بيبدلوا الاطفال وبيأجروا الاطفال وبيستخدموا الاطفال في الحاجات اللي هي النصب والاحتيال على الناس. المفروض الناس تتحرى الموضوع ده، مش المفروض خالص ان احنا نساعد الناس ديت وان احنا نديها وما نتحرهاش. الجمعيه لما راحت لاخر حدث من الاحداث ديت وطلبت الست ولقت الاطفال معاهم في المانيال ومرميين وبطريقه بشعه، وطلبوا منها قالت له لا انا مش رايحه اقعد ليه معاك في قلب الجمعيه واكل واشرب ليه، وانا هنا مبسوطه وبكسب وبتربح من هنا مش محتاج خالص. قال لها طب ما الاطفال دي اللي انت ماخداهم دول، قالت له لا انا حره انا هتصرف فيهم. اضطر ان يعمل لها محضر تسول وبلطجه واخد الاطفال بغير حق ورميهم في الشارع. ولو دورت على الاطفال دي مش هتلاقيهم اصلا ولادها ولا يعرفوها ولا اولاد ولادها، دول بيأجروهم لما خاطفينهم. فالمفروض احنا خلاص احنا وصلنا لمرحله واتطورنا في بلدنا ان احنا ما نساهمش في الموضوع ده. المفروض ان انت توجه فلوسك لجمعيه من الجمعيات، وانت سهل جدا وانت قاعد دلوقتي بالابلكيشن، اي ابلكيشن من تحويل الاموال حول لجمعيه من الجمعيات تستفيد بالفلوس دي. جمعيه بتاعت القلب، المستشفى بتاعت الحروق الدرجات العاليه، المستشفى اللي هي بتاعت تبني الاطفال والمعوقين والحاجات اللي زي دي، ده وجه فلوسك للكلام ده. ما توجهش فلوسك لواحده نصابه محتاله بتاخد الفلوس وهي بتضلل بيها. الناس اللي محتاجين هتلاقيهم نوعية تانية، اللي موجودين في قلب الشارع حالتهم الذهنية مشتتة، هو ماشي بلبس متقطع وما يعرفش بياكل من الزبالة، مش مدرك بحاله. دوت الشخص اللي انت محتاج ان انت فعلا تراعيه، ومش تراعينا تديله فلوس وتسيبه، ده بالعكس الناس بتخاف انها تقف معاه وبتخاف انها تديله فلوس. فدي مشكلة، مشكلة ان انت الناس اللي محتاجة احنا بنخاف نتواصل معاها عشان خاطر لا يعدونا لا يكونوا مجانين لا كذا لا كذا. بالعكس هو واحد فقد احساسه بالحياة، ده المفروض ان انت اللي تساعده وتجيب له جمعية وتجيب له ناس وتتصل بيهم يجوا يشيلوه وياخدوه ويتبنوه ويروحوا يهندلوه من اول وجديد. ولو دورت ورا منهم هتلاقيهم متعلمين ومعاهم شهادات. دي الناس اللي محتاجة اللي احنا نقف معاها، مش الناس ديت. الناس دي ضلالية. أنا على سبيل المثال عندنا واحدة في قلب المنطقة اللي أنا شغال فيها دي ضلالية، وللأسف إن الشركة كلها بتديها فلوس والشركة مش مقتنعة. أنا تحريت عليها ولقيتها ساكنة في قلب منطقة قريبة مني من المنطقة اللي أنا ساكن جوه منها، عندها قسما بالله شقتين تمليك مأجراهم، ده غير الشقة اللي هي قاعدة جوه فيها، وبتتربح كل يوم ما يقلش عن 2000 جنيه 3000 جنيه من الشركات اللي حوالينها والنظام الصعبانيه اللي هي بتعملها مره